فضل الثلث الثاني من شهر رمضان، هل فعلا العشرة أيام، كل عشرة أيام مقسمة في شهر رمضان، ده حاجة احنا بنقولها مجازية ولا دي حاجة معروفة في صحيح الدين؟ بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا مولانا رسول الله وعلى آله وأصحابه من والاه، وبعد. في الحقيقة أن رمضان كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النار، والحديث الوارد في هذا الأمر في سنده مقال، ولكن المعنى أن كل رمضان رحمة ومغفرة وعتق من النار. ورمضان في الحقيقة فرصة، فاللي ما أدركش في بداية رمضان الفرصة ديت وما بدأش مظبوط وما بدأش مجد ومجتهد، لسه في التلت التاني معاه فرصة جديدة إن هو يستدرك ما فاته في هذا الشهر العظيم بلا شك. طيب إزاي بقى نقدر نشحن الهمة عشان نكمل بقية الشهر أو نغتنم ما تبقى من الشهر؟ عايزين نقول سبحان الله إن ما بنقول رمضان فرصة، هنلاقي رمضان فرصة في حاجات كتير قوي. هنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الصائم ليه دعوة مستجابة كل يوم وهو صايم، وفي الحديث ثلاث دعوات لا ترد. هل احنا رتبنا نفسنا وشفنا عايزين ايه نطلبه من ربنا سبحانه وتعالى ورتبنا الموضوع خدناه بجد يعني ولا لا؟ لحد النهارده بعد ما فات 9 ليالي او فات العشر الاوائل من رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول والصائم حتى يفطر، وفي روايه حين يفطر، والفرق كبير. الصائم حتى يفطر ليه دعوه مستجابه، يعني طول ما هو صايم من اول ما تنوي من الفجر، من اول ما يصوم لحد ما يفطر دعائه مستجاب. احنا اغتنمنا مثل هذه الفرصه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى يختم الصلاه، يعني في قيام الليل، حسب له قيام ليله. يعني لو انا صليت صلاه التراويح وما مشيتش غير لما الامام خلص، يتحسب لي قيام ليلة كاملة. حتى طب أنا كده ما قمتش طول الليل، ده أنا قمت جزء من الليل، يتحسب لي قيام ليلة كاملة. طب لو رحت كملت في البيت، يعني لو خدت جزء مع الإمام ورحت كملت في البيت، زيادة أجر وثواب. الله يضاعف لمن يشاء. نعم، إنما اللي يصلي مع الإمام حتى يختم الصلاة ربنا يكتب له قيام ليلة كاملة. فدي برضو فرصة عظيمة. عندنا 30 بيت في الجنة لو من أول رمضان لآخره. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، مع الظهر 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، ومع المغرب 2 بعد المغرب و2 بعد العشاء و2 قبل صلاة الفجر، يبقى 12. اللي يصلي للركعات ديت ربنا سبحانه وتعالى يبني له بيت في الجنة. رمضان فرصة في حاجات كتير. رمضان فرصة للعتق من النار. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ولله عتقاء من النار، وذلك في كل ليلة. كل ليلة من رمضان ربنا يعتق ناس من النار. وفي رواية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولله عند كل فطر عتقاء، يعني ربنا يعتق ناس من النار وقت الفطار، وربنا سبحانه وتعالى يعتق ناس من النار في ليالي رمضان، كل ليالي رمضان بلا شك.